الطريقة الصحيحة للاستغفار لتحقيق الأماني. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما أكرهه قولا فعلا حاضرا وغائبا. اللهم إني أستغفرك لما قدمت وأخرت وما أعلنت وما أنت أعلم به وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم أتوب إليه. أستغفرك لما أردت به شك كريم فخالطني فيه من أسألك برضا. وأستغفرك لما دعاني إلى الهوى من قبل فيما اشتبه عليه وعندك محرم. أستغفرك من النعم التي نعمت بها علي فاستعنت بها على معصيك. أستغفرك من الذنوب التي لا يطلع عليه أحد سواك ولا ينجي منها أحد غيرك ولا يسعها إلا حلمك ولا ينجي منا عفوك. واستغفرك من كل يمين نحنثت فيه وعندك محرم وانا مؤخذ به. واستغفرك لا اله الا انت يا عالم الغيب والشهاده من كل سيئه عملتها في سواد الليل وبياض النهار وفي فلن ومن قولا فعلا. وانت ناظر الي اذا كتمته وترمأته من عسير يا كريم يا منان حليم. واستغفرك لا اله الا انت سبحانك انك كنت من الظالمين. واستغفرك من كل فريضه وجبت علي فان الى اطراف النهار تركتها سواء غفله وخطأ وانا مسؤول بها. واستغفرك من كل سنه من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيد محمد صلى الله عليه وسلم تركتها سواء غفله وخطأ وتهاونا فاني استغفرك يا الله يا الله. لا اله الا انت سبحانك انك كنت من الظالمين. لا اله انت يا رب العالمين انت ربي لا اله انت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين انت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالعلي العظيم. وصلى الله على محمد النبي امي وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.